بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا المرة اللي فاتت وقفنا ان احنا عايزين نعمل قيمة ديفولت فاليو او قيمة افتراضية للجدول او لحقل معين في الجدول. قلنا ان احنا هنضيف سجل جديد، هو هنضيف حقل جديد اسمه ماي ديت ونوعه ديت تايم، وعايز الحقل دوت ان انا لما بضيف اي سجل الحقل دوت يديني على طول القيمة أو التاريخ بتاع النهاردة. هرجي الأول الحقول اللي أنا سجلتها قبل كده أو السجلات اللي أنا سجلتها قبل كده. في عندي هنا حاجة اسمها Default Value or Binding. Default Value or Binding يبقى أنا هديله قيمة، طبعا ده في الكولم بروبرتيز، في خصائص الكولم ببقى واقف على الحقل اللي هو ال date اللي هو نوعه date time اللي أنا عايز أديله القيمة ديت. باجي هنا في الجزء اللي هو جنرال، الخصائص العامة جنرال. في عندي هنا النيم، اسم الحقل، اللون نولز هل يقبل فاضي او لا، داتا تايب نوع البيانات اللي فيه ديت تايم. طيب ايه هي الديفولت فاليو؟ انا دلوقتي عايزه يديني الوقت والتاريخ بتوع دلوقتي حالا، فبستخدم دالة اسمها جيت ديت وبقفل قوسين، بفتح قوس واقفله بعديها. طالما ان انا بستخدم دالة يبقى لازم في نهاية الدالة بفتح قوس واقفله، قوس فاضي. كده البرنامج هيعمل ايه؟ هيبص على التاريخ والوقت اللي موجودين عندي في الويندوز ويسجلهم لي في السجل دوت. مجرد ان انا بخرج من الحقل دوت وبعمل تحديث للبيانات هيسجل لي الديت والتايم بتاع الويندوز على في السجل اللي انا كنت واقف عليه او اللي انا بحفظ فيه البيانات. طيب تعالى نحفظ كده الجدول، وطبعا هنقفل الفيو بتاعه او الديزاين الايديت بتاعه ونفتحه تاني. هنا هضيف سجل جديد، اقول له الادرس برضو كايرو، الفون، اي حاجة كده. انا لما نزلت طبعا ايه مدانيش الديت، مدانيش لسه الديت، واقول له هنا في عندي هنا زرار اسمه اكسكيوت اس كيو ال او كليك يمين هنا وبقول له اكسكيوت اس كيو ال. كده بلاحظ ان هو عمل حاجتين، اول حاجه عمل لي الاي دي، سجل لي الاي دي اللي هو اللي كان طبعا اللي احنا عملنا له انكريمنت، وهنا كمان سجل لي الديت بتاع دلوقتي، الديت والتايم بتاع الوقت اللي انا دلوقتي شغال فيه. يبقى انا بعمل عملية تحديث للبيانات اللي موجودة جوه السجل او جوه الجدول عن طريق زرار اكسكيوت اس كيو ال. طبعا ده هنشوف في المحاضرات اللي جاية ان هو بيستخدم اصلا لتنفيذ استعلام. اكسكيوت اس كيو ال معناها تنفيذ استعلام مكتوب بواسطة لغة اس كيو ال. طيب ده مثلا ديت تايم. طب عايزين نشوف مثال تاني اللي هي ان انا دلوقتي عايز برضو الديفولت فاليو. هنيجي مثلا على الادرس، زي ما احنا شايفين ان احنا ممكن ان احنا كلمة كايرو دي تتكرر معنا كتير، فممكن ان احنا نيجي على الادرس برضو ونخليه ديفولت فاليو، ولكن في القيم النصية بنحط القيمة اللي احنا عايزين نحطها ما بين سنجل كوتيشن. يعني بنفتح سنجل كوتيشن اللي هو حرف عندنا على الكيبورد، حرف الطاء بالانجليزي، وبعدين بنحط القيمة اللي احنا عايزين نخليها تبقى ديت الديفولت فاليو، وبقفل تاني بنفس الكوتيشن. ودلوقتي هحفظ الجدول، هنقفل الجدول دوت ونشغله تاني. لو جينا هنا ضفنا اي حاجة جديدة قلت له اكسكيوت اس كيو ال، بلاقي عندي هنا ضاف لي كلمة كايرو تلقائيا بدون ما انا ما اضيفها.
طبعا هنا معنى ديفولت فاليو ان ديت القيمه الافتراضيه، ولكن انا عندي القدره ان انا اغيرها. يعني مش زي الاي دي، مش زي الايدنتيتي، ان انا لازم الايدنتيتي بيبقى هو اللي بيديني القيمه وما ينفعش ان انا اغيرها. لا، هنا في الديفولت فاليو هو بيديني القيمه، ولكن انا قادر ان انا اغيرها سواء في الـ وانا بصمم وانا او انا بنشئ السجل دوت، او بعد كده ممكن ان انا اعدل القيمه اللي موجوده فيه. حاجة بس فاضلة هنا كمان في الجزء دوت في الشاشة ديت نعرفها، ان انا عندي في هنا في حاجة اسمها navigation bars. navigation bar دوت بيديني بعض المعلومات عن الحقل اللي انا واقف عليه، بيساعدني في التنقل ما بين السجلات. هنا بيقول لي ان انا واقف على السجل رقم واحد من اصل سجلين موجودين. طبعا دي ازرار تنقل ما بين السجلات. كده بيقول لي ان انا في السجل رقم 2 من 2. دوت الزرار ده بيوديني على طول على اول سجل، والزرار ده بيوديني على اخر سجل. الزرار دوت بيعمل لي نيو رو، بيوديني على السجل الجديد اللي انا هبتدي ان انا اكتب فيه. طبعا هنا برضو بيديني بعض هنا لو بحمل جدول والجدول ده واخد مني فترة طويلة، الجهاز مثلا تقل او حاجة، ممكن انا بوقف عملية احضار اللي هي retrieving data. وهنا بيديني البعض بيقول لي هنا سيل از ريد اونلي، الخليه ديت مش مسموح لي ان انا اكتب فيها. طبعا الايدنتيتي احنا عرفنا ان الايدنتيتي انا ما ينفعش ان انا اعدل فيها، فعشان كده بيقول لي ان السيل ديت هي عباره عن ريد اونلي. طب ممكن ان انا برضو اوسع مكان شويه للجدول لو انا حبيت ان انا اشوف محتويات اكتر او حقول اكتر في الجدول. عندي هنا الاوبجكت اكسبلورر والبروبرتيز، الشاشتين دولت في عندي ليهم فلكسبيليتي جامده جدا، في مرونه كبيره جدا ان انا ممكن اتحكم فيهم. لو بصينا هنا في زرار عندي اللي هو اوتو هايد، الزرار ده زي ما احنا شايفين كده انا لاغي خاصيه الاوتو هايد، لكن لو انا دوست عليها كده اختفت الشاشه دي من قدامي. نفس الكلام هنا في البروبرتيز، لو حبيت ان انا اظهرها باجي بلاحظ ان عندي هنا على في شاشه الشمال جاب لي الاوبجكت اكسبلورر والريجستد سيرفرز اللي احنا خدناها المره اللي فاتت او في بدايه التعامل مع الاس اس ام اس السيكوال سيرفر مانجمنت ستوديو. كده لو انا جيت دلوقتي وقلت له لغيت الاوتو هايد دوت، رجع تاني زي الاول، وبرضو عندي هنا الشاشتين موجودين مع بعض. نفس الكلام هنا بالنسبه للبروبرتيز، لو انا جيت دلوقتي وقفت عليها بتطلع الشاشه، برضو لو عايز اثبتها بثبتها هنا. عندي هنا طرق عرض الشاشه ديت، طرق عرض اللوحه ديت او البان ديت. هنا طبعا بيقول لي ان ديت الشاشه ديت دوكابل. دوكابل معناها ان احنا الكلام اللي احنا شفناه دوت ان هي على طول موجوده في ناحيه الشمال، على طول موجوده ناحيه الشمال. لو انا قلت له فلوتنج بتبقى شاشه عاديه، بصوا كده شاشه عاديه زي اي شاشه بتعامل معاها في الويندوز، اي ويندو بتعامل معاها في الويندوز في نظام الويندوز. لو جيت دوست عليها كليك يمين هقول له دلوقتي ان انا عايزها دوكابل، هو كده عملها لي بالفعل دوكابل، عملها لي زي الشاشات ديت، ولكن هي وضعها هنا. انا عايز دلوقتي احطها مثلا ناحيه اليمين هنا مع البروبرتيز، او ناحيه الشمال، او اخليها بان جديده خالص، او اخليها في نص الشاشه. باجي بدوس عليها، مجرد ما بدوس عليها وبسحب بصوا كده الزراير اللي هو طلعها لي او المؤشرات اللي هو طلعها لي، لما بحط على اي مؤشر فيه مجرد ما بقف بيقول لي هيحطها لي فين بالظبط في الشاشه. هنا هتبقى في السنتر سكرين، عملها لي تاب من ضمن التابز اللي موجوده عندي على الـ في الشاشه الرئيسيه في المين. بقول له لا انا عايزها دلوقتي دوكابل، وبقول له مثلا انا دلوقتي لو جيت هنا برضو نفس الكلام زي ما احنا شايفين كده بيقول لي هحطها لك ضمن انهي واحده، ضمن انهي بان موجوده، تكون مع انهي واحده. هقول له حطها لي ترجع تاني مع البان اللي هي ريجسترد سيرفرز. تالت حاجة اللي هي التاب دوكومنت، برضو دي هيخليها لي تاب هنا من ضمن التاب زيت، من ضمن التبويبات ديت. بعد كده عندي الاوتو هايد والهايد.
الاوتو هايد اللي هو الزرار دوت نفس عمل الزرار دوت، ان هو برضو بيعملها لي اخفاء هنا، ولما بحب ان انا اظهرها بقف عليها، مجرد بس ان انا بروح ناحيتها بتظهر الشاشة ديت. اخر حاجة عندي الهايد او الاخفاء، لو دوست عليها بيعملها عملية اخفاء من الشاشة كأني قفلتها، كأني دوست على زرار الاكس دوت وقفلتها. طيب احنا طبعا عندنا الشاشة بتاعت الاوبجكت اكسبلورر دي مهمة جدا جدا. طب انا عايز اظهرها دلوقتي، بظهرها بكل بساطة ان انا بطلع على قائمة فيو وبقول له ان انا دلوقتي عايز الاوبجكت اكسبلورر، او بدوس من كيبورد الاختصار F8 بيظهر لي تاني شاشة الاوبجكت اكسبلورر. وبكده بينتهي الدرس دوت. شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.